السلام عليكم حبيباتي الغاليات ومتابعاتي، نتمنى يا رب تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ضحكت نشطت يا ربي العالمين، لكل متابعه من متابعاتي دخلت وضحطت لي لايك واشتركت، وحتى لو ما درتي حتى حاجه ربي ينصرك على عدوك. يا ربي يفرج عليك كرب الدنيا والاخره، يا ربي تحقق لهذه السيده كل ما يلوذ في خاطرها، من زواج من حل المشاكل. يا ربي تبعد عنها شر الخلق، وتبعد عنها السحر، وتنقي طريقها من الشوك ومن المشاكل. يا ربي لو عندها مشاكل تبعد عنها مشاكل الدنيا كاملة، وتفرج على مشاكل الدنيا والآخرة. لو هي عزبة يا ربي تربخها الزوج الصالح يتهلا فيها وصول النهار. يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ربي. نبداو حبيباتي ونشعلوا الشمعة دائما حبيباتي، لما تبغوا يعني تبداو اي عمل حاولوا دائما تشعلوا شمعة، الشمعة، لان سبحان الله الروحانيات والخدام يحبون الشمعة كثيرا، ولا تخافوا اي حاجة. سبحان الله اصلا الشمع يعني كيخلي حتى تقطق الطاقة ديالك انت الروحانية تحضر بشكل يعني كبير جدا. دائما انصحكم بشعل الشمع. الوصفة تبع اليوم وصفة رهيبة حبيباتي، وصفة خطيرة يعني في هذه الايام المباركة. نضع الشمعة في مكانها، انظروا نضع الشمعة هنا بسم الله. اليوم الوصفة بشعر الفرج، يعني بشعر الفرج، شعر فرجك ستجلبينه لك كالكلب، طائعا كالكلب حبيبتي. جربوها فهي سهلة بسيطة، لا تحتاج مكونات كثيرة، يعني سهلة وبسيطة قسما بالله. أقوى تهيج، حذاري هذه الوصفة راه للرجال والنساء، لأن في كثير منكم يقولوا لي يا أختي والدي أنا رجل وأريد استخدامها لزوجتي ولا حاجة، حتى أنت يمكنك استخدامها. نحتاج ورقة بيضاء، أول شيء لازم الوصفة تعمل بالنهار، تعمل بالنهار في مكان هادئ، تكوني على طهارة في مكان هادئ. في بعض الناس يسألون في التعليقات أختي وردية في النهار ولا في الليل ولا في الصباح؟ الفيديو يشرح نفسها، الفيديو يشرح كل حاجة. أنا سأبدأ الوصفة من الآن عشان ما تقولوا لي بنطول الكلام ولا حاجة. نحتاج ورقة بيضاء غير مسطرة، نحتاج قلم أحمر، ورقة بيضاء غير مسطرة. أنا خلصوا لي الأوراق، بقت عندي هذه، ولكن لازمكم ورقة بيضاء هكذا غير مسطرة. قلم أحمر، نحتاج الحرمل، نحتاج الحرمل اللي هو هذا، ها هو الحرمل، الحرمل. ونحتاج السودانية، السودانية هو الحار، يعني هو فلفل حار مطحون، السودانية. ونحتاج كمكون، يعني اذا متوفر عندكم، اذا توفر عندكم هذا المكون فهو رهيب، هو الزعزع. ها هو الزعزع اللي كيكون برتقالي، ها هو، ها هو هذا الزعزع خطير. هذا الزعزع هو فقط لوحده يعني حكايه لوحدها، لازم هو فيديو لوحده. ناخذ الورقه البيضاء غير مسطره، اقرب لكم عشان تبين معكم الكتابه. الورقه البيضاء غير مسطره، لازم اكتب على حاجه هكذا، ورقه بيضاء غير مسطره نكتب. ساكتب لكم بالقلم الاسود عشان تبين الكتابه جيدا، ولكن نتوما لازم تخدموا بالقلم الاحمر او المدد الروحاني. نكتب جلب، جلب هكذا، جلب، لكن بدون يعني بدون نقاط، جلب، ولكن لازم النقطه هنا لماش تكتبوها، ونكتبوا طاعه، طاعة بدون نقاط، كذلك جلب طاعة بدون نقاط. نكتب هنا في هذا اللام، لام هنا، نكتب اسمك انت، مثلا اسمك خديجة، نكتب اسمك بحروف متفرقة، خ دال ياء جيم تاء، خديجة. ونكتب اسم امك كذلك بحروف متفرقة، مثلا اسمك انت خديجة بنت مثلا مريم، نكتب مريم بحروف متفرقة، مر وهنا نكتب اسم حبيبك، مثلا حبيبك اسمه مثلا سعيد بحروف متفرقة، سا عين ياء دال. وفي هذا الخط نكتب اسم أم حبيبك أو زوجك، مثلا ما تعرفيش اسم أمه تكتبي حواء، لو تعرفي اسم أمه تكتبي اسم أمه. مثلا أنا ما نعرف اسم أمه، نكتبه حاء واو ألف
همزة حواء حواء صافي. نكتبو فوق الجيم هاد الحروف الروحانية، جيم دال ألف، جيم دال ألف، ونكتب هنا هذا الرمز، هذا الرمز، هذا الرمز هنا، جيم دال ألف هذا الرمز. ونكتب اسمك بحروف متفرقة واسم أمك، هنا تكتبين اسم حبيبك واسم أمه، لو ما عرفتيش اسم أمه ابن حواء. وما تحطي ولا نقطة في الجلب والطاعة، هنا لازم نقطة تاء ولكن لا نكتبها صافي. بعدين حبيباتي نكتبو أسفل أسفل هذا الترسم أسفل هذا الكلام، نكتبو هذا الكلام، ردوا معايا البال عافاكم، نكتبو يعني وكلت عليك، وكلت عليك موالي المكان يحضرك لي في الحال، يا فلان ولد فلانة بغيتك ليا أنا، بشعر فرجي تجيني تترجاني، تبكي الدم على جالي، ونخليك كي الكلب المربوط تغازلني وتعاني. نكتب هنا أسفل هذا 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 الكلام، نكتب هذا الكلام سأقوله بشيء بصوت يعني مسموع ومفهوم وببطء عشان تاخذوا قلم وورقة وتكتبوا معايا. وكلت عليك، وكلت عليك مالين لمكان، وكلت عليك مالين لمكان يحضروك لي في الحال، يا فلان ابن فلان، يعني اسم حبيبك واسم أمه، لو ما عرفش اسم أمه ابن حواء، بغيتك لي غير أنا، بغيتك لي غير أنا، يعني أنا أبغاك لي وحدي، بغيتك لي غير أنا، بشعر فرجي تجيني تترجاني، بشعر فرجي تجيني، بشعر فرجي تجيني تترجاني، تبكي الدم تبكي الدم على جالي، ونخليك كي الكلب المربوط تغازلني وتعاني، تغازلني وتعاني. وتحط شعر فرجك هنا القليل، فقط شعر او شعرتين من شعر الفرج ياك، وتحط شعر الفرج هنا ياك حبيبتي، وتحط الحرمل بهذه الطريقه، وتحطي الحار، تحطي السودانيه، وتحط كذلك القليل من الزعزع، القليل من مكون الزعزع، وتلفيهم حبيبي وتحرقيهم، قسما بالله خطيرة 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 خطيرة، تخليك الكلب تخليه يعني يحس بنار، يعني نار تهيج في منطقته الحساسة، ما راح يهدى بال حتى يمارس معك أنت فقط، يعني هذه المتزوجات ولو كان مع حبيبك بعيد ما راح يهدى له بال حتى يتزوجك وتصيري حلال ويمارس معك بكل قوة، وما راح يهدى له بال وما راح يشوف ولا وحدة غيرك حتى ولو دام الخصام لسنوات. جربوها حبيبي، خطيرة 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 خطيرة، لأن حطيتها لكم شحال من مرة تطلبوهاني مني، كل مرة حطها لكم بطريقة جديدة واعرة بزاف، خطيرة خطيرة، جربوها الله ينصركم على عدوكم حبيباتي. وبعد ما تحرقيها كتحرقيها صافي، يعني كتحرقيها صافي، تحرقوها فوق النار أو فوق مجمر، يعني اللي تحبي حبيبتي، الله ينصركم حبيباتي.